تحدي تاني عندنا، تحدي الجرادل والكور. هنشوف مين الأسرة اللي هتعرف تجمع أكبر عدد كور وما يوقعوش الباقي. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستادي جو. يا مايكل يا مينا. الله مايكل ايه متعاون قوي. ايه ده يا ابني يا ابني ده. يلا الحمد لله على كل شيء، برافو. يلا 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 يا ماما. بالراحه. خلي بالك خلي بالك. بالراحة. ايوه بالراحه بيقول لك. ادلق ادلق بسرعه. شاطر يا محمد. اجري. خلي بالك يا روفي. تعالي امسك امسك محمد. يلا هات هات هات. برافو يا روفي. طبعا واضح انه ايه انا باينه يعني. تعالي يا روفي تعالي يا روفي. هي باينه بس هنعد برضو. بس يا حبيبي يلا تعالوا هنا. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلتاشر. تلتاشر كوره عند الفريق الاحمر. الفريق الاصفر كان متأني جدا. فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بس ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر كورة. وده ريكورد في حد ذاته في اللعبة دي بصراحة. برافو فريق الأصفر، يعني عامل إيه شغل عالي ومبدع. تعالوا نكمل ألعاب تحدي تانية عندنا، نرجع بقى نشوف مين فيهم هيكسب اللي جاي. We'll be right back.